السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي لمفضل الحلقة. بنقدم لكم وصفة البطاطس مع البيض للزيادة في الوزن والتسمين السريع. قبل ما نتكلم لكم أخواتي هذه الوصفة ديال اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر اللي كيتواجد تحت الفيديو. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. بالنسبة للمكونات أخواتي إخواني، غادي نحتاجوا جوج حبات من البطاطس وبيضة واحدة وملعقة صغيرة من الزبدة أو فرماجة بالنسبة للأخوات اللي ما بغوش يستعملوا الزبدة. غادي نحتاجوا المكون ديال المايونيز. بالنسبة لطريقة الاستعمال أخواتي، غادي نسلقوا البطاطس ديالنا في الماء بالقشور ديالهم حتى ينضجوا مزيان وتولي هاد البطاطس لينة، دغا كتهرس بالفرشيطة على هاد الشكل أخواتي، خاصها تولي لينة بزاف. هنايا جوج بطاطس سلقتهم بالقشور ديالهم وهرستهم على هاد الشكل، خاصها تكون لينة بزاف باش ملي نبغيو نضيفوا عليها البيض ونبغيو نطحيوها معاه في المقلاة تكون طايبة مزيان على هاد الشكل أخواتي. من بعد اخواتي ما هرسنا البطاطس مزيان بالفرشيطه ولات لينه وفتيه بزاف، غادي نضيفوا عليها بيضه واحده وغادي نخلطوا هذه المكونات مزيان. يمكن لكم تضيفوا على هذه المكونات البيض والبطاطس شويه ديال الملح والابزار باش تنكهوا هذه الوصفه، وحتى الكمون حتى هو كيكون مفيد بزاف. من بعد اخواتي ما يتخلطوا المكونات مزيان، غادي نوضعوا المقلاه ديالتنا على النار، غادي نوضعوا فيها ملعقه صغيره من الزبده ونخليوها حتى تذوب. ملي تذوب غادي نضيفوا هذه المكونات اللي خلطنا البيض والبطاطس. هاد الكميه اللي حصلنا عليها غادي نوزعوها في المقلاة من الجوانب. هاد الوصفه خاصنا نسرحوها مزيان في المقلاة باش تجينا على شكل دائري. من بعد ما طيب لنا اخواتي هاد الوصفه، غادي نوضعوها في اناء وغادي نضيفوا عليها شويه ديال المايونيز. كما كتشوفوا معايا اخواتي، هاد الوصفه يمكن جاتكم بسيطه بزاف ولكن هي فعاله بزاف وكتزيد في الوزن بشكل طبيعي وامن. هي فعاله بزاف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشاكل صحيه، اما بالنسبه للاخوات والاخوان اللي عندهم شي مشكل صحي وخا يجربوا اي وصفه ما غاديش تعطيهم نتيجه، إذا كانوا حتى هما باغيين يزيدوا في الوزن ما غاديش تكون هناك نتيجه. بالتالي كنوصيهم يعالجوا هذا المشكل باش حتى هما يبداو يستافدوا من هذه الوصفات الطبيعيه. خاصكم اخواتي تسلقوا البطاطا مزيان باش ملي تهرسوها بالفرشيط او الشوكه تحصلوا على العجين ديال البطاطس اللي كيكون لين بزاف. بالنسبه لطريقه الاستعمال اخواتي اخواني، هذه الوصفه غادي تناولوها جوج مرات في اليوم، من بعد وجبه الغداء مره ومن بعد وجبه العشاء مره اخرى. اذا ثبتوا اخواتي هذه الوصفه جوج مرات في اليوم غتكون هناك زياده سريعه في الوزن. بالنسبه للاخوات اللي ما يقدروش يتناولوا هذه الوصفه جوج مرات في اليوم، يمكن يعملوها كوجبه عشاء مره واحده في اليوم، ومن بعد مرور جوج اسابيع فقط غادي يبان لكم الفرق باذن الله، وغادي تكون هناك زياده في الوزن بالتاكيد. الوصفه اخواتي اخواني ناجحه بزاف، ما عليكم غير تجربوها. دابا اخواتي غادي نتكلم لكم شويه على الفوائد ديال البطاطس. هي كتخفض الضغط حيت ما كتحتويش على الدهون والكوليسترول، وكتحتوي على الالياف وكتحافظ على صحه القلب، وهي مصدر مهم للبوتاسيوم، وكتعطي الجسم بزاف ديال الفيتامينات بحال فيتامين جيم اللي كيعزز المناعه وفيتامين ب6 اللي كيساعد على انتاج البروتين في الجسم، وهي كتكون غنيه بالكالسيوم المهم اللي كيبني الاسنان. كانت هذه الحلقه ديال اليوم اخواتي، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي ودعموني بلايك. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.